مساء الفل، انا علياء طلعت في مع علياء، والنهارده هنتكلم عن فيلم ذا سبستنس او الماده. الفيلم اتعرض خلال فعاليات مهرجان كان السينمائي، وبعد كده مؤخرا اتعرض على منصه موبي، وبالتالي هو موجود على الانترنت، وهيتعرض كمان خلال فعاليات مهرجان الجونه السينمائي، وفي العرض الموازي للجونه في سينما زاويه. الفيلم من اخراج كورالي فارجيت في تاني افلامها السينمائيه، ومن بطوله ديمي مور ومارجريت كوالي. الفيلم رعب جسدي ساخر، وبالتالي لا يصلح لاصحاب القلوب الضعيفه او للناس اللي بتقرف بسهوله، وده تحذير مهم جدا. ولكن في الحقيقه هو مش فيلم رعب بس، والا ما كانش اتعرض فيه مهرجان كبير قوي زي مهرجان كان. الرعب هنا هو اداه لتوصيل افكار كبيره جدا كانت بتفكر فيها المخرجه، ولكن دي الصياغه الامثل انها تقدمها عبرها، وده بيتأسس له من أول لقطات الفيلم. أول لقطات الفيلم بتركز على نجمة المشاهير، أو النجمة اللي بتتحط في ممشى المشاهير في هوليوود، والنجمة دي الممثلة الخيالية إليزابيث سباركل. النجمة بطبيعة الحال أول ما اتحطت كانت لامعة ومشرقة وشكلها رائع، ومع مضي السنين بدأت تبقى متبهدلة عشان الناس بتمشي تعدي عليها وترمي حاجات عليها وواتيفر. طبعا ده بينعكس على الممثلة نفسها. الأول الناس كانت بتيجي تتصور على النجمة دي وبيبقوا مبسوطين ان هو بيتصوروا على النجمة بتاعت ممثلهم المفضل او ممثلتهم المفضلة، وبعد سنين الناس بتسأل هي مين دي صاحبة النجمة. اللقطات التالية بنتعرف على اليزابيث سباركل نفسها، الممثلة اللي يوم عيد ميلادها 50 بتكتشف ان الاستوديو اللي بتشتغل فيه في واحد من البرامج قرر ان هو يستغني عنها علشان هي بقت عجوزة واوديتد بلغة هوليود، ومحتاجين ممثلة اخرى تكون اكثر شبابا وجمالا. كما هو متوقع بتتصدم اليزابيث، اللي هي مش بس بتفقد شبابها هنا، هي بتفقد مكانها في العالم اللي اكتشفت ان هو متصل بجمالها وشبابها. وبيجي لها الحل على طبق من ذهب لما بتكتشف ان في مادة، حاجة اسمها المادة، عقار هي بتاخده من السوق السوداء، وبينتج نسخة اخرى منها ولكن بشروط خاصة جدا، وهي انها بتعيش في هيئتها الحالية لمدة اسبوع، وفي نسختها الاكثر شبابا لمدة اسبوع اخر. المشاهد التالية هي اول مشاهد المرعبة في الفيلم، فانت لو ما قدرتش تستحمل المشاهد في الجزء ده ما تكملش الفيلم للاخر، عشان كلنا هنعيط. انا شخصيا كان عندي فضول كبير فكملت الفيلم للاخر. نرجع بقى للفيلم، واحنا كلنا عارفين من التراث بتاع المسلسلات والافلام والروايات ان الاتفاقيات اللي بتكون بهذا النوع ما بتقلبش جد غير لما تعمل مصيبه في الاخر. وبالتالي من اول دكتور جاكل ومستر هايد وحتى الان، كل القصه اللي فيها اتفاقيات وعقارات بتتاخد او whatever بتقلب في مشاكل كبيره للي بياخدوا هذا القرار. من وجهة نظري التي قد تكون غريبة، ان فيلم المادة هو وجهة نظر اخرى او صورة اخرى من فيلم باربي اللي اتعرض السنة اللي فاتت. خدوني على عد عقلي ونتكلم شوية. لو جينا جردنا فيلم باربي من السمات البصرية الخاصة بنوعه اللي هي اللي هو كان الفانتازيا، وشلنا الالوان وشلنا الموسيقى وشلنا الاغاني وشلنا الاداء اللي تشيرفل من الابطال، وجينا كمان جردنا الفيلم بتاع النهاردة فيلم المادة من السمات البصرية والسمات الدرامية بتاع الرعب، وشلنا طبعا المشاهد المقززة والطريقة اللي اتناقش فيها الشخصية عن طريق انها بنولد منها شخصية اخرى اكثر شبابا، هنيجي نلاقي الكور بتاع القصتين هو واحد. ايه هو بقى الكور بتاع القصتين؟ هو تسليع المرأة او تشييء المرأة، اللي بياخد هنا صفة ان المرأة ليها تاريخ صلاحية معين. الفيلمين بيقدموا صورة لامعة او صورة مشوهة من عالمنا الحقيقي، النظام الابوي فيه حط فيه قواعد ان المرأة ليها تاريخ صلاحية. التاريخ الصلاحية ده ملوش علاقة بشكلها قد ما ليها علاقة بخصوبتها، شكلها هو هنا مقياس على الخصوبة بتاعتها، لان منذ بداية الحضارات لما اكتشف الانسان البدائي ان المرأة بتقدر على الحمل والولادة خلال فترة معينة من البلوغ لغاية انقطاع الطمس، فدي بقت الفترة المهمة بالنسبة للمرأة، لان هي اللي بتعمل فيها اعادة انتاج للبشر اللي مهمين علشان اعادة انتاج الحياة. فالموضوع هنا ملوش علاقة بشكل كبير في اصوله، مش بتكلم في الفيلم، بتكلم في اصوله عن مظهر المرأة، ولكن بيتعلق بخصوبة المرأة. ولو إلا كنا حطينا برضو نفس الانطباعات اتجاه مظهر الرجل اللي بيتراجع بشكل كبير برضو بعد الاربعينات. نرجع بقى للفيلم اللي تشييء المرأة واخد فيه شكل مختلف.
ليه؟ لان احنا هنا بنتكلم عن صناعة السينما في هوليوود، الصناعة اللي بتعتمد بشكل كبير على شباب وجمال الممثلات. لو جينا عملنا شوية سيرش صغير كده وشوفنا ممثلات كتير جدا بيتكلموا على صعوبة ان هم يلاقوا ادوار مناسبة بعد ما يعدوا سن ال40، بما فيهم بطلة الفيلم دي مور نفسها، فهنفهم قد ايه صناعة هوليوود وصناعة السينما هي صناعة مخيفة جدا اتجاه المرأة، لانها بتطالبها بمعايير جمال هي حتى غير قادرة على الوصول اليها، لان هي بتحارب عوامل الزمن وعوامل السن اللي هي بره ارادتها. نيجي بقى لمقارنة ضرورية بين الفيلمين اللي بيقدم كل منهم نفس الافكار ولكن في شكل خاص بيه. واحدة من المآخذ اللي اتأخدت على فيلم باربي من نقاد ومشاهدين كتير هو المباشرة الشديدة في الخطاب الخاص بيه، خاصة خطاب أمريكا فيرارا في الفصل الثالث من الفيلم. بالنسبة لي أنا ما كانتش المباشرة والفجاجة دي مزعجة في فيلم باربي، لأن هي كانت مفهومة في السياق بتاع الفيلم كفيلم فانتازيا، ولكن هذه الفجاجة ما كانتش مقبولة بالنسبة لي، أو هذا الوضوح لو مش هقول فجاجة في فيلم المادة، لأنها مش متناسبة مع الإطار الخاص بيه. في باربي كان الفيلم مباشر تماما في تناول افكاره، بالعكس هذه المباشرة كانت مجرد جزء من الطابع بتاعه. احنا هنا بنتكلم عن فيلم اخد اشهر عروسة مؤسسة لتشييق المرأة، نقلت افكار عن الجسم المثالي للمرأة ولون بشرتها وشكل شعرها لاجيال عديدة جدا من البنات الصغيرين اللي بقوا ستات كبار دلوقتي، وهو اخد الفيلم اخد العروسة دي واستخدمها لقلب هذا النظام وانتقاده، وبالتالي هو بيقول كل حاجة اوت اند لاود باللون البينك والسباركلز والجليتر والكهارب. هو مش هنا فج مباشر، هو ده جزء من الاسلوب الفيلمي الخاص بالفيلم. بينما على الجانب الاخر فيلم رعب زي فيلم المادة بيفترض من نفسه ان هو يكون اكثر جدية في تناول افكاره، ما ينفعش يكون بيقدم هذه الافكار بشكل مباشر تماما من اول الفيلم من غير ما يدي المشاهد فرصة ان هو يفكر لوحده، ان هو يستنتج لوحده اللي انا عايز اقوله واللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي عن تسليع المرأة. بما ان الفيلم قال تقريبا كل حاجة في اول نص ساعة في الفيلم، فهو مش قادر يبهر المشاهد بعد كده غير بالمشاهد المرعبة والتي قد تكون في وجهة نظر البعض مقززة، وبالتالي هذا الاسلوب في تقديم الرعب ممكن يعجب بعض المشاهدين وممكن ما يعجبش بعض المشاهدين، بس هو ظلم الفيلم، مش قصدي الرعب، انا قصدي الفيلم ظلم نفسه لما قدم كل افكاره في اول نص ساعة وساب بقية الفيلم فاضي. انا كمشاهدة ما بحبش ان الفيلم يقول لي كل حاجة بشكل مباشر، الا ده لو كان جزء من اسلوبه زي فيلم باربي. فالفيلم بتاع النهاردة حسيت ان هو بيديني الافكار بالمعلقة، وده شيء مش مريح بالنسبة لي، ولكن على الجانب الاخر كان في بعض الافكار اللي عجبتني واللي ممكن يكون صناع الفيلم مش منتبهين ليها قوي، وبالنسبه لي كانت اهم من الخطاب الرئيسي الخاص بالفيلم، زي مثلا العلاقه ما بين النسختين اليزابيث وسو. العلاقه هنا انا شايفه ان هي شبه علاقه ام بنتها، بدايه من عمليه الولاده بتاعه سو اللي اتعملت من الظهر بشكل يشبه الى حد كبير جدا عمليه الولاده الطبيعيه. الفيلم هنا بيظهر عندنا نسختين، نسخة اليزابيث المرأة الكبيرة الناضجة اللي وصلت لمجموعة من الخبرات، وسو المرأة الشابة اللي مليانة طموح وعندها احساس عالي بجمالها وبشبابها. طبيعة الحال بيحصل نوع من انواع التناحر ما بين النسختين، النسخة الاولانية معجبة بالنسخة التانية ولكن في نفس الوقت بتغير منها، والنسخة التانية حاسة ان النسخة الاولانية دي كبرت وعجزت وبالتالي هي المفروض تستحال الى الايداع وما تبقاش موجودة في حياتها. انا بشوف النوع ده من العلاقات موجود في علاقات بعض البنات وامهاتهم، خاصة لما بيكون فرق السن ما بيش كبير ما بين الام وبنتها، وده موضوع انا بحس ان احنا محتاجين نتكلم فيه اكتر لانه بيأذي بنات كتير جدا صغيرة، ولكن ما بينفعش نتكلم فيه لان الامومة بشكل عام عليها هالة من القدسية. ما ينفعش نقول ان في ام بتغير من بنتها او بتحاول تأذيها او شايفة ان هي نسخة افضل منها ما تستحقش الامتيازات اللي بتحصل عليها ولا هي ما حصلتش عليها. النقطة الثانية وهو الهوس بالمنتجات والإجراءات التجميلية عبر الأجيال. عندنا في البداية إليزابيث هي ست في الخمسين لكن جميلة جدا جدا بالنسبة لأي مقاييس خاصة بالسن أو أي مقاييس خاصة بالمرأة، وهي محستش إن هي عندها مشكلة أو محتاجة إنها تحل مشكلة شبابها غير لما الاستوديو اللي هو عامل خارجي هو اللي حسسها إن جمالها فيه مشكلة. على العكس من ذلك شخصية سو اللي من البداية منبهرة بجمالها، منبهرة بالشباب اللي عندها، وبتحاول بكل طريقة ممكنة ان هي تحافظ على هذا الجمال وعندها insecurity اتجاه جمالها. الجزء ده بيحيل الى طريقة التفكير في المنتجات التجميلية والإجراءات التجميلية عند الجيلين.
اجيال قبل كده، الجيل بتاعي او الجيل الاكبر، فكرة الاجراءات التجميلية ما هياش فكرة بتبقى بتظهر في وقت الشباب، ما بتظهرش واحنا صغيرين، ما ظهرتش غير لما مثلا ستات وصلوا لسن 50 زي اليزابيث، على عكس اللي احنا بنشوفه دلوقتي. وفي دكاترة تجميل كتير واخصائيين تجميل اتكلموا فيه ان البنات الصغيرة بقى بيتجهوا من سن 17 و18 سنة للبوتوكس والفيلر ومنتجات السكين كير والحاجات اللي بتبوظ جمالهم على المدى مش البعيد قوي، بدأ يظهر لها آثار سلبية من دلوقتي لأنهم بينهكوا جسمهم، بينهكوا بشرتهم بإجراءات تجميلية هم مش محتاجينها. ولكن ليه هم بيتجهوا إلى ذلك؟ بيتجهوا إلى ذلك بسبب ضغط السوشيال ميديا اللي بيخلي البنات طول الوقت بتعقد مقارنة ما بين جسمها وما بين جمالها وما بين الستات الجميلات اللي على السوشيال ميديا من انفلونسرز ونجمات أو مشاهير. فالفيلم ناقش ده بشكل ممكن يكون مش واضح قوي زي تشييق وتثنيع المرأة، ولكن حسيت ان احنا برضو محتاجين نسلط الضوء على النقطة دي في الفيلم اللي اتقدمت بشكل كويس جدا. بعيدا بقى عن خطاب الفيلم والسيناريو الخاص بيه، تعالوا نتكلم شوية عن التمثيل اللي انا شايفة ان هو من اهم العوامل الايجابية في الفيلم. ديمي مور بتقدم هنا واحد من افضل ادوارها على الاطلاق، مش بس افضل ادوارها وهي اكبر في السن. مارجريت كوالي انا شايفة ان هي ممثلة بتعرف تختار ادوارها كويس جدا، اشتغلت قبل كده في افلام مهمة، المرة دي واخدة مساحة كبيرة تستحقها تماما. الفيلم كمان من الناحية البصرية ومن ناحية الموسيقى بيعمل إحالات كتير لعالم ستانلي كوبريك السينمائي، زي مثلا الموسيقى اللي بتفكرنا بسبيس أوديسي أو أوديسة الفضاء. وهنا الإحالة مش مجرد بس بتفكرنا بالفيلم من ناحية الصوت، هي كمان بتستخدم هذا الصوت عشان نخلينا نفكر في نفس الفكرة اللي قدمها سبيس أوديسي اللي كان بيتكلم عن حقيقة الحياة البشرية وحقيقة إعادة الولادة زي ما شفنا في فيلم برضو المادة. في كمان إحالة أخرى دي عالم ستانلي كوبريك وهي إحالة بصرية، الممر اللي بتمشي فيه إليزابيث بعد ما بتعرف الخبر بتاع إن هي هيتم استبدالها بممثلة شابة، بيشبه من حيث الألوان والتصميم نفس الممر اللي كان بيمر فيه الطفل داني في فيلم ذا شاينينج أو البريق، واحد من أشهر أفلام ستانلي كوبريك ومن أفلامي المفضلة جدا جدا. طبعا الإحالة هنا بتدينا انطباع بإن اللي بتمر بيه إليزابيث في هذه مرحلة من حياتها شيء مرعب ومخيف زي اللي بيمر بيه داني، وان الهوس بالجمال والتشييق المرأة شيء مخيف زي الاشباح والارواح اللي بتطارد الطفل والاهالي المؤذيين. في النهاية عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده، بالنسبة لي تجربة فيلم المادة تجربة مميزة. انا شايفة ان فيها طبعا جوانب سلبية، ولكن بقول في النهاية ان احنا جيل محظوظ قدرنا على الاقل نشوف مخرجات قدروا ان هم يتكلموا ويبقى ليهم صوت ويناقشوا قضايا المرأة من وجهة نظرهم الخاصة، بدل ما بقالنا بسنين طويلة جدا حتى لما تكون افلام بتتكلم عن قضايا المرأة بتتاخد من وجهات نظر ذكورية او وجهات نظر على الاقل محدودة جدا جدا ما فيهاش اي نوع من انواع التوسع. فلو فيلم المادة كان فيلم بالنسبة لي ما هوش على قدر التوقعات الا انه في النهاية فيلم مميز جدا. وطبعا لو جينا نتكلم عنه كفيلم رعب فهو فيلم فعلا مخيف واعتقد هيعجب كتير جدا من محبي افلام الرعب. كده خلصت حلقة النهاردة، متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب في القناة، ولو حاسين ان انتوا انترستد للفيلم ممكن تروحوا تتفرجوا عليه في زاوية.